الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهده حتى أتاه اليقين. الحمد لله. إذن جوجنو درس من نحو هجون علامات الإعراب ويتي علامات الإعراب معنى ما عندي يجي إعراب علامات معنى جمع علامة علامة ما عندي وين جلو قال الإعراب معنى علامات جي ما عندي يجي الإعراب ويتي إعراب كم بين إعراب كو حقيقة مؤلم كتغيير أواخر الكلمة كسنزقل ويلا بطن الكلمة جدي معنى سكت مجي لاختلاف سبلوت ندرقل العوامل قلوج الداخلة عليه ناه دعوك كلمة جدي كل لفظ معنى قوة ولانقوة والتقدير اكو هدرقل لنجونا نهدين جنغ علامات الإعراب ما عندي جي إعراب دي معنى كون جي اتن سكت كلمة هنغن دين كهدوم وني معنى محل مؤلم اي قو إعراب علامة ما عندي الإعراب إعراب حرك فتي كان يفهم على الدو حركة كون هي حركة معنى مثل أو حرف ولا حرف أو حذف ولا ممتقر علامة الإعراب ما عندي إعراب ما وني وني حركة هنا جاء رجل رأيت رجلا مررت برجل أو حرف مثلا جاء أبوك رأيت أباك مررت بأبيك أي جاء أبوك دون برفع دوك واوني علامة الرفع رأيت أباك دون كم بالنصب دوك كألف وني دون علامة النصب مررت بأبيك كجر رومانا حرف جر ناتهم وكيا يوني دون علامة إعراب مكو هكذا دواليك إذن يكون أن أو حذف ولا ممتقل ولا ممتقل مثلا لن تنالوا البر لن تنالوا لن حرف نفي ونصب واستقبال تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلم النصب حذف النون اذا لو ممتقل ولا بان لم يخشى ولم يخشى الا الله لم يخشى هلان الا الله سبحانه وتعالى اذا لم حرف نفي وجزم وقلب يخشى فعل مضارع مجزوم بلم ولم جزمه حذف حرف العله ان يصبغ يخشى والنون بان لم يخشى كون نون يدعو بان لم يدعو كون نون يرمي بان لم يرمي اذا عندك علامات الاعراب هذه بدي حركات معنى حركات تشدي فالحركات ثلاث حركات لي كتتي الضمة ترال كمبيتين ترال والفتحة كنيم فتحة دون بوأتشال دو والكسرة دو بوأتشال لس والأحرف حرفي كدي مسير تيري دي أربعة كده ناي داو حالا ناني من سكون سكون نجلي تهين والأحرف الأربعة حرفي ناي دي مسير تيري دي غارو جلي دي علامة الإعراب كوال ألف إنوان علامة الإعراف معنى علامة الرفع مثنى علامة النصب الأسماء الستة والنون نون كدين ون علامة الرفع معنى الأفعال الخمسة الأمثلة الخمسة تكون نون أو نتون تبير قول ما كونت علامة الرفع ممت قول ما كون علامة النصب كجزم دون الأسماء الأفعال الخمسة والواو واو كدين ون علامة الرفع معنى الأسماء الخمسة هنا جاء أبوك دون علامة الرفع هنا نون إنما المؤمنون إخوة المؤمنون دوك مرفوك واو ون علامة الرفع دو والياء يا كدين ون علامة إعراب معنى علامة النصب جمع المذكر السالم جمع جمع المذكر السالم كان المثنى ففكو يا ونتون علامة النصب إن وانا علامة الجر الأسماء الخمسة مثلا نكو مثال نقولون هنا فما ينجتلوا إن شاء الله تعالى والحذف ممت قول كده إن وانا علامة رف إما ما وني قطع الحركة ما وني حذف أو تجقول الحركة هون لو أنه مثل مثل قال تجي ويسمى إن بي السكون قوال سبو يضرب يضرب وحركة والنورون وضم والنورون يضرب سيناهني جزم بين لم يضرب إن تضرب مثلا أي جوني أنت أي حركة أنت أي دلر إذن جوني ونتي دون ما نمورون دون ونتي رفع وني دون وعليكم السلام. الحمد لله جاء فريد بندرا بيوان كون هاتون نعم بيدن والحذف إما ما وني قطع الحركة تقول حركة مثلا دون مثلا يشرب يشرب ونوكوكو مرفو جونس جازم ناتين هم بين لم يشرب أي تجن حركة لم يشرب إذن كلهم لون إذن قطع الحركة كلهم يأتي السكون معنى كلهم لونوني الجزم معنى على ممودك السكون إذن والحذف إما ما وين قطع الحركة كنت تقول حركة
هنا لم يشرب يعني كنا نمرم وإما ما وني قطع الآخر كتقول سكت كلمة سكر كلمة حرف قندو سكر وتجاه هون هنا يخشى بألم يخشى يرمي بألم يرمي يدعو بألم يدعو وإما ما وني قطع النون قطع النون وتجقول نون فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا أوروك مجزوم تفعلوا أوكو تفعلون ونو لسلي لم تفعلوا ما ناكو جزم أرو ألم جزمي حذف النون ولن تفعلوا لن كحرف نفي ونسب واستقبال تفعلوا تشكتي أوكو منصوب علامة نصب كدي حذف النون والنصب تفعلون تنفرتكو تفعلون أو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون واو تندن جوكي دمودن تندن واو وربها وانوني واو الجماعة وانو يتفاعل إذن ندك قطع والحذف إما حذف أو ممت قول إما ما وني قطع الحركة كتاجي الحركة ويسمى لمن السكون وإما ما وني قطع الآخر كتاجي سكت أو الأفعال المعتلة الآخر وإما ما وني قطع النون كتجقول نون دونك الأفعال الخمسة ما إن جت يمجي إن شاء الله ألف علامة الرفع كما أن يجي رفع كهرون علامات الرفع كهرون جات سكت كلمة هنغن دن أولو كلمة كما مرفوع علامات الرفع معناه كما أن يجي ترى كهرون جات آخر كلمة هنغن دن أولو كلمة كما مرفوع ويعني من للرفع أربع علامات نوادني رفع ما عندي يجي ني الرفع إنه جوجي ما عليه يجي ني الضمة ترال الضمة ترال هنا محمد يصلي محمد يصلي أمجول محمد يصلي معنى آخر محمد وإنجي كتور الونيدون يصلي كدي هنون كتور المقدر ونيدون منع من ظهورها الثقل محمد يعظ الناس محمد يعظ الناس إنجي محمد اسم أورك مرفوع يعظ الناس كدي هنون في المضارع مرفوع إنجي كضم وني آخر إذن رفع جوجيك أربع علامات الضمة والواو كنيم واو كوينو جاء المسلمون مسلمون وكم مرفوع على مترفي الواو لأنه جاء مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد جاء أخوك أخوك وكذلك فاعل مرفوع على مترفي الواو ما نجد نكوجي والألف ألف كدين وانا علامة الرفي بيا قال رجلان قال رجلان رجلان فاعل مرفوع على مترفي الألف نيابة عن الضمة لأنه مسنن نون أو عوض عن التنوين والنون نون كدين وانا علامة الرفي نون كدين وانا علامة الرفي الأفعال الخمسة هنا أنتما تجلسان ولا هما يجلسان ولا أنتم تجلسون هم يجلسون أنت تجلسين معنى ونون كدين وانا علامة الرفي تم كوك أفعال الخمسة هدون حقيقة الأفعال الخمسة حقيقة الأفعال الخمس كفي المضارع بألف الاثنين جك أمور في المضارع تو ألف الاثنين معنى ألف مغنر داك ضمير يمبير إنه جك نير فعل مضارع هنا يفعلان تفعلان يجلسان تجلسان كنان دمور ولا فعل مضارع بواو الجماعة جك نير أمور هنا يفعلون أي تفعلون معنى يجلسون يأكلون يشربون يكونن دمورم ولا فعل مضارع بالضمير دب قوت وكال دتير سنون دير أمورم هنا أنت تجلسين أنت تدرسين أنت تجلسين أنت تدرسين أي تدرسين وفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة ياو ضمير مؤنثة مخاطبة تدرسين ياو يا فور دوسيو اون نونكو ياو كوم ضمير المؤنثة المخاطبة دب غوتو كال تيلو كوم مبني على السكون في محل رفع اذا والضمة نون هي الاصل ضم اون نونكو كانيو وني لسلي فهمي ضم او كو كانيو وني لسلي كانيو وني اصل الرفع اصل او هوند مرفوع غيو رفع ري ضم كرو وني لسلي مثال ذلك يحب الصادق يحب الصادق يحب نجد الصادق جونغلو يحب أوك فعل مضارع مرفوع لتجربه ولا لخلوه من الناصب والجازم سبق فعل مضارع كون نصب ناتانهم وكون جزم ناتانهم دونكم مرفوع إذن وعلامة رفع الضمة الظاهرة الصادق أوك كيون قلد وقلد كيوني قلور وقلد كيوية فاعل كو مرفوك لو على مترفي الضمة الظاهرة أفلح المؤمنون قومين بألا بي بملامة أفلح ملامة المؤمنون قومين بألا بي إذن
المؤمنون دو فاعل مرفوع وعلامه رفعه ماذا الواو لانه جمع مذكر سالم افلح وفعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الاعراب المؤمنون كفاعل مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه من ال لأنه جمع مذكر سالم نون أو قعوض أن التنوين في الاسم المفرد نون أو لم بايتان قنو لم تيدهم بأن مؤمن بدا تنوين أمبامي إذن أمهم أو الصادق دو علامة رفع مؤمن الضم هنون يحب أكد في المضارع أكد بهاي هون جوكاك مؤمن المؤمنون أو جمع مذكر سالم تنين تكو دنت الورب كسنغل وادي دمين بيدن نكو مذكر كسفو كسفة ونندي ورب mbiɗen ɗum assalim saabu mufrad o hembo hisimbo sansaka yani mbiɗen ko mu'minun mu'minun mbiyannoɗen ɓeyduɗen hen waw e noon woni jaam woni dental tawi mufrad o haydara e mbaylani hen idan ɗum wiyete jamul mudakkari salim ɗum ɗo ko damuɗe muɗum koko garoyta bi iznillahi subhanahu wa taala liyunfiq du saatin min saati liyunfiq yo nafqu yo dépense maana yo waɗ fere joom yaajeende immorade yaajeende mum e moye muɗum ayi li yunfiq o ko fiilu mudaru majzumun billam laam o ko laamul amri laam li o ko laamul amri yunfiq ko fiilu mudaru majzumun bilaamil al amri wa alama jasmihi assukun ayi ko yunfiqu wonno yunfiqu wonno laamu oɗo de mbo naati hen mbo sanji mbo jasmi mbo taƴi hara ko o wonti li yunfiq du saatin du o ko fa'il kanko ko fa'il ko marfu wa alama tarafi alwaw li annu min alasma alkhamsati du oɗo ko du mbo gandanɗa hoorema maana makko ko sahib mbo on ɗon kadi mbo jeeya ko alasma alkhamsa ɗi ma en limoyɗe ɗum woni abuka ahuka hamuka fuka wo du malin ni ɗi garde go kafrawi heɓe ɓeyde hen hanuka ene ɓeyde inɗe ɗe ɗe gona jeegom eyyi du o ko kanko fa'il ko marfu alama rafa makko noon wona damma mo jeeten dow dal o de ala ko waw gonɗo yesso dal o ko on ɗon woni alamatu rafi du o mudaf saatin mudafun ileyhi min saati hijaru majrur mutaalliqun bi liyunfiq saati kadi mudaf ha saatihi mana mudaf ha damir o ko mudafun ileyhi mabni ala alkasfi fi mahalli jarin yukrimu tilmidani almujtahidani yukrimu omo teddina attilmidani almuɓɓe ɗiɗo almujtahidani tinneɓeɓe ayi attilmidani oɗo yukramu tilmidani lmujtahidani yukramu so en mbi yukramu ko mabniyul lilmajhuli attilmidani o ko naibe fa'il marfu wa alamat rafihi al alifu li annahu musannan nun o ko iwadun an tanwini almujtahidani ko natu littilmidani o natu lmarfui marfu wa alamat rafi kadi al alif e so en mbi yukrimu noon maa ko yukramu woni ɗo mana ko yukramu eyyi idan o ɗeɗo ko naibul fa'il idan tantiquna bisidqi hoɗon kaala gonga antum tantiquna hoɗon kaala hoɗon kaalira kadi bisidqi nunɗal tantiquna o ko fiilu mudaɗun ko marfu saabu en jii ko nasbata natani hemo ko jasmata natani hemo kono ko woni alamatu rafi makko ɗo ko nun oɗo o nun mbiyeten tantiquna na oɗo ko kanko woni alamatu rafi ɗo ko kanko lomtiɗo damma a faami waw guidiɗo mbo o ko on tindine dental kewgal ko on woni fa'il bisidqi ko jaru majrur mutaalliqun bi tantiquna idan ɗum ɗo woni alamatu arrafi eyyi eɗen jaaha kadi alamatu nasbi ɗimmel ngel ko ma andeji nasba ko hoɗum jeeyaten e sakket kilima ganden kombo mansub oyi lin nasbi no wooda nasbe hamsa alamatin ma andeji joyi gueɗe joyi haɗa yiyaɗe e sakket kilimaji ina tindina e nasba goho alfatha ko ɗum woni lasde hono lan yadriba zeydun muhammadan lan yadriba fil mudari o ɗo mo ganduɗa haydara jokkake makko mo nasbama alama nasbi makko fatha lan yadriba zeydan zeydan o ko mafaulun bi ko mansubun wa alama nasbi alfathatu zahira mana fa'il o en pinñinanimo ɗo yete so en jiiɗi pinñinen fa'il o so en jiiɗi cuuɗen mbo wonat komo damir mustatir kono fa'il kam so fiil ari tan koma heeɓe inchallah jinnoɗen tan haalde ko haala ko nasba ko idan alamatu mbiɗen lil nasbi no wooda nasbe hamsa alamat alama garano ko alfathatu poccal dow wol alif o alif wol ya e ya wol kasratu kaye kasra ɗum woni masal less ko mbiyeten khalaqallahu samawati asamawati ko mafulu mbi mansub wa alamu nasbi alkasratu niyabatan ani lfathati li annahu jamu mudakkarin salim wa hadfu nuni momtugol nun o kadi
ina wona alamatul nasbi hono lan tanalu lan tafalu en kalino ɗum nani momtugol nun o nun gonowo alamatul raf'i mo biɗen ɗo tamdiquna bisirqi tamdiquna bisirqi o nun ɗo gonowoɗo alamatul raf'i sa yiimo momta tan andu ko nasib naati walla jasib ay sawi lan tamdiqu lan tamdiqu a momtimo ɗon ko tamdiqu o ko mansub walfathatu hiya al aslu ko fatha o noon ko kambo woni lasli joni noon omo waɗana min misal misalu dalika janibi sharra fataslama woɗɗito bone kisa fataslama faami janib o ko fiil amre failu ngu mustatirum fi wujuban taqdiru anta asharra ko mafulum bi fa o ko waqi'atun fi jawabi al amri fa o mbiyatamo ko waqi'atun fi jawabi al amri joni noon taslama ko fi'lu mudari mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da fa'is sababiyya taslama o taslama ko fi'lu mudari mansubun bi an mudmaratin wujuban ba'da fa'is sababiyya fahmi a'ti dhal haqqi haqqahu a'ti hukku dhal haqqi jom haqqe haqqahu haqqe mum dha o do ko a'ti o ko fi'lu amru fa'ilun mustatir fi wujuban taqdiru anta dha o ko maf'ulun bihi ko mansub wa alama nasbi madha al alif نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة ولا من الأسماء الستة ذا أوك مضاف الحق أوك مضاف إليه حقه أوك مفعول ثان حق أوك منصوب أوك مفعول ثان ضم حق أوك لعفة أوك لعفة ها قن رئيس دون هو أوك مضاف إليه ممن على الضم في محل جر ويحب الله ما ندوك ذا أوك ما عنده دو ألف علامة النصب دو ko misal ɗo alif woni alamatul nasbi ay oɗo za ko kanko tan woni mbiyeno ɗen to li yunfiq du saatin en jii waw woni toon alamatu raf'i makko kanko du o ko asma'ul khamsa ɗi jeeya en jii za o ɗo yete alif woni alamatu nasbi makko idan kono ni wa yuhibbullahu almuttaqina allah no yiɗi gongɗinɓe allah mana huloɓe mo rentiɓe bone bakkatuji mabɓe ɗi rentiɓe bone yani rentiɓe gueɗe kalmoɓe ɗum woni almuttaqina ko huloɓe allah ɗum woni rentiɓe eyi almuttaqina ɗo ko mafulun bihi ko mansubun kono hoɗum woni alamatu nasbi makko ɗo alamatu nasbi makko ɗo ko aliya li annahu jamu mudakkarin salim ayi almuminuna mo mbiyanoɗen to almuminuna mo mbiyanoɗen to alamatu rafi muɗum ko waw ko jam saabu ko jamu mudakkar salim ɗo si en mbiɗo yuhibbullahu lmuminina yuhibbullahu lmuminina tan en mbaɗan ɗon yaayi yaayi o won alamatu annasbi mana jamu mudakkar salim kadi nasbirte ko yaayi كان أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد قائدين عظيمين أفهمي أي كان لاجنهم أبو عبيدة أورغورك عامر بن الجراح وخالد بن الوليد بلاجنهم قائدين مانا كوبي هوري بيدو عظيمين مونو بيدن غاندي كان يرفع الاسم وينسب الخبر ابو عبيده اوكو اسم كان كو مرفوع وعلامه رفعه الواو ونو ابو كو اسم الخمسه جاء عامر بن الجراح عامر ومانا كو بدل من ابو عبيده وبدل المرفوع مرفوع ابن اوكادي هاجوني كو بدل من عامر وبدل المرفوع مرفوع ابن مضاف الجراح مضاف اليه الواو اوك حرف عطف خالد كو معطوف على ابو عبيدة مثلا مرفوع وعلامه والمعطوف على المرفوع مرفوع ابن كبدل من خالد وبدل المرفوع مرفوع الوليد ابن مضاف الوليد مضاف اليه قائدين قائدين او كنيم وني خبر كان كمنصوب وعلامه نصبه نون الياء وعلامه نصبه الياء نيابه عن الفتحه لانه مسنن وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مسنن قائدين وني ما عندك يكون هل من دو قائدين أو منصوب كو يا أورو يا المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها قائدين عظيمين كو صفة لقائدين وصفة المنصوب منصوب وعلامة نصبه كد الياء نيابة عن الفتحة لأنه مسنن نون أورو عوض عن التنوين في الاسم المفرد سمي بيأتا قائد عظيم أكرم الفتيات المجتهدات تدين سكا ورو بتن بأكرم كفيل أم فائل مدنك مستجر في وجوبا تقدير أنت الفتيات لوك مفعول به منصوب ولم نسب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم سب تندين لوك ورو به المجتهدات كصفة للفتيات وصفة المنصوب منصوب وعلم النسب كد الكسرة نيابة عن الفتيات لأنه جمع مذكر سالم إذن انغندي كد لك كسرة نئنا ونا علامة النصب معنى نك غد هذا كسرة أو كمبلومتي دون كفتحة
الفتى هون جيرو دني اكرم الفتيات المجتهدات بين خلق الله السماوات. إذن نكو غدو ميدن كو نون هاجوني لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اي لن تنالوا لن اوك حرف نفي ونصب واستقبال تنالوا فعل مضارع منصوب بلن ولم نصب حذف النون واو الجماعة فاعل هدو وني مان الناس بيدم دو كو ممتو قول نون وسبق تنالو نوانو أفهم واو الجماعة كان كو قولي قولي دي كيوني فاعل البر أوك مفعول بمنصوب بالفتحة الظاهرة حتى أوك هديك حرف غاية ونصب تنفقوك في المضارع منصوب بحتى أي بأن مضمرة وجوبا بعد حتى جونن وعلامة النصب تنفقوا أوك حذف النون كموم تقول نون أي تنفقون ونو كون حتى أورو مغنن دهور ما نكو نصب أو ما نكو حرف غاية ونصب نصب 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 ربي أن مضم راتين نون وجوبا أون أون نون كم بنات تنفقوا بنصب بوني علامة النصب تنفقوا كاريك موم تقول نون سبق تنفقون ونو مما تحبون أي من ما تحبون من او يعني جملة مما من او جارو ما مما هو جارو مجرور سب ما او بمعنى الذي كو اسم موصول كو مجرور مبني على السكون في محل جر من تحبون معنى كو فيل مضارع منصوب مرفوع لخلوه من الناصب والجازم تحبون معنى كفير مضارع مرفوع وعلى مترفه ثبوت النون اي ديدو تنفقون تنالوا تنفقوا تنالوا نون ممتام دو وني ما عندي كدي منصوب سب ممت قول نون قول اي تحبون وكفير مضارع كم بودي امباي معنى دوم دو كو افعال الخمسه سب كفير مضارع بواو الجماعه جوكم جوني كو نسبتا كو جزمت ناداني مو انجي نون او تابيتي إذن كنون أول له علامة الرفع جنون تنفقون إذن عندي مفعول وكو ممتا تنفقونه ونون عائد الصلة عائد الصلة وكو ممتا ما نون كو ما إنجدت إذن لن مسألة إذن كو ها وكو ضمير كو مفعول به مبني على الضمير في محل نصب وهو عائد الصلة جنون جملة تحبون وكو صلة الموصول لا محل له من الإعراب دون لن ما إنجدت إن شاء الله بيدن علامات الجر تتبين جلكم ما عليه جر جر كويته جر كو ما عندي جمود جر وني بوتشالس انو الخفض عباره جدي كو ديدي الجر دون كو كوفان كو بصره ناب بيات نون نحو كو بجياب بصره الخفض كو نحو كو بجياب رويته رويته ما نحو رويته كوفه دون فو كو عراق تون وني إذن علامات الجر ما عندي جر وي للجر نودن جر ثلاث علامات ما عندي تتي تن كان ما عندي جم كيواني كو تتي الكسره بوتشالس بوتشالس مررت بالبنات المهذبات كو بوتشالس غال وني ما عندي جر مولو وليا كايا كدين وانا علامه الجر هنا رايت الرجلين سلمت على اخيك يكون عند مولم يا وندون علامة الجر والفتح لو فتح في إندن عندنا هور ما عندنا هنا منصرف هنا مررت بأحمد الباء حرف جر أحمد مجرور بالباء وعلم جر الفتح نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف العلمية وزن الفعل إن شاء الله لم يكن يتجه والكسر كان من كسر وهي الأصل كسر او كمبوني الاصل والكسره كسر او نون هي الاصل معنى واو من او واو استئناف والكسره كسر او هي الاصل كنكوني اصل مثال ذلك تمسك جوجيتو بالفضائل ابوري تمسك في الامر فاعل مستتر في وجوبا تقدر انت بالفضائل الباء حرف جر الفضائل مجرور بالباء ولم جر الكسره ظاهره بالفضائل اطيع امر ابيك ضافت يمر ربما امر او مضاف ابيك مضاف اليه ومجرور المضاف اليه فهو مجرور ولم جر الياء نيابه عن الكسره لانه من الاسماء الخمسه ومن الاسماء السته ابي مضاف الكاف مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر المرء باصغريه نكدكايكو فامدودي مودوم ديدي ديتان نكدو جيبيرتي كو فامدودي مودوم ديدي دي دوني برنده موم ادم غال مودوم يعني حقلانتاغال دوني قلبه ولسانه قلبه ولسانه فالقلب هو لسانه المرء نقل بأصغريه كفن لدي مكري أي الباء حرف جر أصغريه كمجرور بالباء ولم جر الياء لأنه مسنن وهو مضاف له مضاف إلى مبني على الكسر في محل جر دون أي قلبه هو لسانه تقربت من الصادقين إمراد إجون تقربت من الصادقين أي من أك حرف جر الصادقين مجرور بمن وعلم جر الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم
نون أقعد عن التنوين في الاسم المفرد. وان اكاد جون في الامر مبني على حذف حرف الاله. وان اصل ممكن نا ين وان وان وديت وديت غا عن الكاذبين غا في نوع بي وان وديت عن الكاذبين غا في نوع. وان اكو في الامر مبني على حذف حرف الاله عن حرف جر الكاذبين مجرور بان وعلم جر الياء نيابه عن الكسره لانه جمع مذكرين سالم. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. اذا ليس فاعل الخير بافضل من الساعي فيه. ليس لا تاك فاعل الخير بدو مجرو شكوتو ولا نمينو ولا جنجينو اون لا تاك ام بودي مجودي. ليس اون لا تاك ام بودي مجودي بافضل ام بودي مجودي من الساعي مرده اون يهو فيه مجرن دي معنى يهو نونو دي يمي بينو رير دينا بي جنجول نورير دينا بي ساكوغول معنى اوي شكوتو ولا اوي بدو دوندو ولا اوي جولو او برا بينو اي رير دينا بي يمي بيكو مجره. ليس لا تاك فاعل قولو الخير مجره بافضل ام بودي مجودي من الساعي مرده يهو فيه مجرن دي بافضل لو انجي بافضل باح كو حرف جرناتي ينكون ام بياني بافضل بي دينكو بافضل. اذن افضل كو افضل تفعيل لو يدي كو اسم كو مجرور بالباء وعلم جره الفتح نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف الوصفية ووزن الفعل أي بأفضل أي أفضلك مجرور بالباء ولم جر الفتح نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والمانع له من الصرف الوصفية معنى سبق الصفة ووزن الفعل أريك لك بيسر الفعل هنا بيرتني أجلس أقرأ معنى قال بيسر الفعل من الساعي مرد جهو فيه مرم من أو حرف جر ساعي أو مجرور بمن وعلم جر كسرت مقدرة على آخره منام من ظهورها الثقل فيه جار مجرور قد متعلق ب ساعي سيد مرادون دون ولا نعم في متعلق بالساعي في وهو حرف جر ها او ضمير مبني على الكسر في محل جر. اذا نم دو كو دو وني نعم هلن جوغي ما اند نايا بير سكتين ان شاء الله. العلامه الرابعه وهي الاخيره دون علامات الجزم ما اند جزم دون كوال معناه بيتن شكال كو للجزم وداني جزم دون تجغل حركه ولا تجغل حرف وداني جزم اصل مو لغم كو تجغل. ثلاث علامات ما عندي جتتي معنى كوال جوغي كو ما عندي جتتي السكون دون كوال غال شكال غال بينون دوم ان وانا ما عندي هنا لم يضرب وحذف الاخر ممتق الاخر دون نستوي فعل كو في المعطل ولا كو في الجاد الافعال الخمسه معنى ممت نون او ممت هنا لم يخشى كون ندم دون وحذف ممتق الاخر سكته وحذف النون كاي ممتق النون نون مغن نور علامه الرفع هنا لم يفعل والسكون سكون نون هو الاصل كنكون الاصل. مثال ذلك مثال لمدون من يفعل خيرا يجد خيرا كلا قول له دوكو موجي هباكو موجي. من يفعل خيرا يجد خيرا اي يفعل كفيل مضارع من ومعناه اسم شرط جازم يجزم فعلين الاول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه. يفعل او كفيل مضارع مجزوم بمن وعلم جزم السكون كان كل فعل شرط. فاعل مستتر وجوبا تقدير مستتر في جواز تقديره هو يعود الى من. خيرا او مفعول به يجد او قد كفيل مضارع مجزوم بمن كان كون جواب الشرط وعلامة جزمه كد السكون. فاعل ضمير مستتر في جواز تقديره يعود الى من هجر. خيرا ورغم معنى مفعول به إيه. نعم ومن يزرع كلا اون او ركد شرا بني يجني شرا وتبا بني. ومن يزرع كلا اون او شرا بني يجني وتبا شرا بني. اذا يزرعها جون في المضارع مجزوم بمن ولم جزم السكون وهو فعل شرط. شر فاعل مستتر في جواز تقديره هو يعود الى من. شرا وهو مفعول به منصوب ولم نسلف في الظاهره يجني كتبا معنى وتبا وكم فعل مضارع مجزوم بمن كان كون جواب الشرط وعلامه جزمه حذف حرف الاله تايكم مم تجغل حذف حرف الاله سبق يجني ون يجني دم ارنو جواب الشرط بيدن يجني معنى هو فاعل مستتر في جواز تقديره شر نوكم مفعول به. افعل الخير تلقى الخير قل لكم مجي كورا يا مجر. افعل قل الخير معنى فيل مضارع افعل كفيل امر مبني على السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. فاعل مستتر في وجوبا تقديره انت
al khayra ko moƴƴere nde ko ɗum ɗo ko mafuulum bi talq oɗo ko jawabul amri ɓe mbiyata mo talqa o ko jawabul amri majzumun wa alamat jazmihi hazfu kadi harfil illati talqa aslum ko talqa idan al fa'il muɗum mustatirum fi wujuban taqdiru anta al khayra mana ko moƴƴere o ko mafuulum bi idan en jii talqa o yete ko talqa wonno idan en jii jazmira kañum ko hazfugol akhir mum ɗum woni harfu illa la tad'u illallah la tad'u illallah wata noddu sona taw ko Allah la tad'u wata noddu illallah sona taw ko Allah la o ko nahiya jazima tad'u ko fi'lu mudari majzumun bilan nahiya wa alama jazmi hazfu alwaw hazfu harfi illa ɗum woni alwaw illa ko adatu istisna mafumaga Allah lafdul jalalati ko mansubun ala ta'zim mana en mbiyata ko mafulun bihi mbiyaten ko mansubun ala ta'zim qulu khayran kale ko moƴƴi qulu ko fi'il amru mabni ala hadfi nun li'annahu min al afa'il khamsa wawu jamri ko fa'il khayran ko mafulun bi ta'namu ko jawabul amri ko majzum wa alama jazmi hadfu nun sabu ta'namuna wonno waskutu ndeƴƴe an sharrin ga bone taslamu kise e waskutu kadi ko fi'il amr iskutu mana uskutu ko fi'il amr mabni ala hazfi nun li'annahu min al afa'il khamsati wawu jamati wa ko fa'il an ko harfu jarrin sharrin ko majrurun bi an taslamu o kanko jawabul amri o ko majzum wa alama jazmi hazfu nun li'annahu min al afa'ali al khamsati e alhamdulillah yettori wodin Allah subhanahu wa ta'ala hande ko ɗo daroto den so Allah jaɓi kadi ha ñalawmo goɗɗo eɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo nawnan en kadi liqa goɗɗo kadi inchallah والسلام عليكم ورحمة الله.